بإذن الروح القدس الإله الواحد آمين. السؤال اللي احنا النهاردة مفروض نتناقش فيه هو سؤال مصيري، كيف أخلص؟ وأعتقد أن أي واحد فينا جاي كنيسة مخصوص علشان يكون له يعني بعد أبدي صالح. كل العمل الروحي اللي احنا بنعمله بيبقى لنا امل في الله ان يخلص، والخلاص مقصود به الخلاص الابدي. في اللغه كلمه خلاص يعني النجاه، فممكن الانسان يخلص من ضيقه، يخلص من ازمه، من مشكله، من مرض، من امتحان، لكن كل دي حاجات ملهاش قيمة بالنسبة للخلاص الأبدي اللي هو معناه دخول ملكة السماء. يعني حتى لو حد سألك سؤال أنت خلصت يا أخ، تقول له يعني إيه؟ إذا كان الخلاص هو دخول السماء أنا لسه ما دخلتش، يقول لك لا، جاوبني إجابة واضحة ومحددة، أنت خلصت فأنا هديكم إجابة محدش يقدر يعارضها. هي آية في رومية 8:24 بتقول لأننا بالرجاء خلصنا. لو حد قال لك أنت خلصت يا أخ، قل له بالرجاء خلصنا. كمل الآية، ولكن الرجاء المنظور ليس رجاء. منظور يعني أنا خلاص مسكت كده، ما بقاش رجاء. إذا كنت بقول بالرجاء خلصنا، ده ما أقدرش أقول إن النهارده أنا خلصت. لسه مش منظور. لأن ما ينظره أحد كيف يرجوه أيضا؟ إذا كنت أنا نظرته خلاص ومسكته، يبقى برجوه إزاي؟ زي واحد ظهرت النتيجة بتاعته إمبارح، والنبي عملت إيه؟ يقول نجحت، مبروك. هل يقدر يقول انا بتمنى اني انجح؟ ما نجحت خلاص. فالرجاء المنظور ليس رجاء، لان ما ينظره احد كيف يرجوه ايضا. وبعدين يقول ولكن ان كنا نرجو ما لسنا ننظره، نحن نرجو الخلاص، احنا لسنا ننظره لسه، فاننا نتوقعه بالصبر. ادي بقى الكلام، نتوقعه بالصبر. أول ما حد يسألك هذا السؤال، أنت خلصت يا أخ، طلع من جيبك العهد الجديد، افتح رسالة رومية إصحاح 8:24-25 وقول له أنا بالرجاء خلصت. وده معناها إن أنا ما أقدرش أقول النهاردة أنا خلصت تماما، انتهت القصة، لأن الله لسه رجاء. لأن ما يرجوه الإنسان إزاي ينظره؟ احنا بنتوقعه بالصبر. نتوقعه يعني لسه هيحصل، وبالصبر يعني احنا مطولين بالنا عشان احنا عندنا امل في الله ان احنا ندخل ملكوت السماء. فالخلاص الابدي هو الدخول الى ملكوت السماوات. طبعا هذا الدخول الى ملكوت السماوات حقيقة الفرصة متاحة لكل انسان. ملكوت السماوات واسع جدا، عارفين حجمه قد ايه؟ حد يعرف؟ كم فدان؟ ما لا نهاية. وما لا نهاية ده معناها ما يتمليش، عمره ما يتملي، ده ما لا نهاية. لو حط فيه مليون مليار من البشر هيبقوا نقطة صغيرة بالنسبة للملا نهاية. فإحنا الأبدية بتاعتنا زمانا ومكانا ما لا نهاية. عشان كده ربنا يسوع قال في بيت أبي منازل كثيرة، ما تخافوش. وقال لا تخف أيها القطيع الصغير، فإن أباكم قد سر أن يعطيكم الملكوت. هو فرحان أن يدينا، فالباب مفتوح لأماكن
متسعة جدا للكل، مفيش ازدحام. صحيح كل البشر مجتمعين معنا، لكن هيبقوا نقطة. انت عارفين زي ايه؟ مرة واحد بعت لي ايميل جميل جدا مصور الكرة الارضية من الفضاء، صورة قريبة كده، فعامل منظر الخريطة اللي قدام عينينا وتبرق كده بالاضواء بتاعتها بالليل. بعدين قال على سكيل تاني وجايب رسمة للأرض مع الكواكب الأخرى، فطلع الأرض دي حجمها كبير جدا بالنسبة في بعض الكواكب الصغيرة. السلايد اللي بعديه جايب الأرض بالنسبة للكواكب الأكبر منها، طلعت قد البيضة الصغيرة كده، كل الدنيا دي بتجري في البيضة الصغيرة دي. وبعدين جاب بقى منظر الشمس والكواكب حواليها، طلعت الارض اقل من البيضة، قد الزتونة كده. وبعدين قال الشمس دي صغيرة بالنسبة لشموس اخرى، جاب منظر شمس اضخم، والشمس بتاعتنا بالمجموعة اللي حواليها بقت قد البيضة. وقال في هذا الاسكيل الارض انفيزيبل، ما تتشافش. وبعدين جاب ان الشمس في سكيل اخر، الشمس بتاعتنا انفيزيبل بالنسبة للفضاء الخفيف، يعني ولا حاجة. وفي الآخر كتب سؤال كده بعد ما شفت ده كله، أنت بتفكر أنت حجمك قد إيه بقى؟ وقال إن كل الحضارة بتاعت البشر وكل الحروب والنزاعات والقضايا والدول والحكومات وكل مشاكلك الشخصية ومشاكل العامة كلها جوه النقطة الزرقاء دي، بلو بوينت كده. فأنت قد إيه؟ وبعدين بناء عليه فكر معايا إيه هي حجم المشاكل اللي مزعلاك النهاردة؟ طلعت كلها حكاية إيه؟ نقطة في الفضاء الفسيح. طب لما يكون كده في الفضاء اللي ربنا خلق، مش حال الأبدية اللي هي لا نهائية، تبقى شكلها شيء فخم جدا. فإحنا لنا وعد من الله إن إحنا نخلص، والباب مفتوح على مصراعيه، والفرصة متاحة للجميع، والأبدية اللي مستنيانا أبدية فاخرة فخمة جدا، والمجد اللي مستنينا ما يتوصفش. فكيف أنال؟ هذا السؤال سأله الشاب الغني السيد المسيح. قال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أفعل لأرث الحياة الأبدية؟ أنا عارف أن في بعض الناس بيقولوا أن الإيمان كفاية، آمن بالرب يسوع فتخلص أنت وأهل بيتك، ويستخدمون هذه الآية على ان طريق الخلاص هو الايمان فقط. طب بعدين يقولك وانت ان انت امنت يبقى انت ضمنت السماء. طب افرض غلط، يقولك اغلاطك واخطائك وخطاياك ونجاساتك مرسولة اوتوماتيك في دم المسيح طالما ان انت امنت. يعني حتى لو ما تبتش، طالما انت مؤمن المسيح يبرر الخارج، يجيب لك آيات تثبت هذا الكلام، والكلام خطير جدا. لأن هرجع تاني للسؤال اللي سأل الشاب الغني، قال له: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل؟ ما قالوش أنا فقط، قال له: احفظ الوصايا. قال له: طب دي حفظتها منذ حداثتي. نظر إليه يسوع وأحب، فرحان بيه أنه حفظ الوصايا. ما قالوش كل الكلام ده كلام فاضي، دي أعمال الإنسان ملهاش قيمة وملهاش دور، والمهم إنك أنت تآمن. قال له: لا، احفظ الوصايا. طب أنت حفظتها، قدامك مجال أوسع في جهاد أكتر تدخل فيه عشان فارس ملكوت السماوات. إيه هو؟ قال له: بيع كل أموالك وأعطي الفقراء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. هذا الشاب مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. كان ممكن المسيح ما يزعلوش ويفرحه ويقول له: انا محطه في القصه، كان يمشي فرحان زقطه، لان هو
هو عنده أموال كثيرة مش عايز يسيبها وكفاية عليه إيمان. ده المسيح نفسه قال له احفظ الوصايا، واحفظ مش معناها بغبغان، ده احفظ بمعنى نفذ الوصايا. طب افرض نفذتها كلها لسه قدامك سكة تانية. فإذا هناك طريق للخلاص. والسؤال بتاع الشاب الغني، لو ان سؤال غلط ماذا اعمل لارسل الحلقه دي؟ كان المسيح قال له ايه السؤال غلط؟ السؤال ده غلط. تعمل ايه انت؟ انت مين انت عشان تعمل؟ سلم حياتك للرب يسوع وخلص لك الكنيسه. مين انت عشان تعمل؟ وكان يبقى السؤال غلط. او يقول له يا ابني مش مطلوب حاجه، الحياه الابديه دي متاحه للكل وتدخل السماء وخلاص. لكن السؤال كان في منتهى القوه والصحه لدرجة ان المسيح جاوبه، ايها المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحياة الابدية؟ هو ده السؤال اللي احنا بنجاوب عليه النهارده، اعمل ايه عشان ادخل السماء؟ تعالوا نشوف نعمل ايه. نمرة واحد الايمان، ودي احنا بنتفق فيها مع كل الناس اللي بيعارضونا، لا احنا متفقين فعلا بدون ايمان لا يمكن ارضائه. وبدون ايمان مفيش دخول للسماء. بس خلي بالكم انهي نوع من الايمان. ما في ناس مؤمنه بالله لكن مش هيدخلوا السماء لان ايمانهم مش مظبوط. محدش يقدر يقول ان اريوس ما كانش مؤمن لانه ما كانش ملحد، هو كان مؤمن. لو سالت اريوس في الله ده طبعا ده موجود، الله واحد ولا الله واحد، هو الخالق هو الخالق، ضابط الكل ضابط الكل، مؤمن. بس في حته في الايمان بتاعه غلط ضيعته. هل الله ثالوث؟ يقول لي لا، دي فيها كلام. الله واحد في نظر اريوس. طب والمسيح؟ يقول المسيح مخلوق. طب هل الايمان ده يخلص اريوس؟ مش ممكن. اقول لكم ليه بقى، احفظوا معايا هذه الايه: هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك مين؟ كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يكمل يقول الذي يؤمن بالابن له حياة، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل ينكف عليه غضب الله. يبقى بقى مش اي ايمان، مش اي واحد يقول لك انا مؤمن يبقى مؤمن. ده لازم الايمان بان المسيح هو ابن الله الحي وابن الله المساوي له في الجوهر. لان اريوس قال ايوه هو ابن الله بس كان مكار، لان هو بيقول احنا كلنا اولاد الله والمسيح زيه زينا. ولما زنقوه المسيح مش زيه زينا، قال خلاص يا عم المسيح اكبر مننا واعظم مننا واول خلق الله. بس اول خلق الله، يعني الله خلق المسيح وخلق به العالم. ده في كلام اريوس. الكنيسه قالت بالكلام ده لا يخلص. الصراع ضد الاريوسيه كان عينين القديس اثناسيوس على الخلاص مش على الفلسفه اللفظيه. موضوع الالفاظ ده ما يهمناش، يهمني الخلاص. قال له يا اريوس لو ان المسيح مش مساوي للاف جوهر ما كانش يقدر يخلصني. لان احنا خلاصنا في الله، والعهد القديم بيقول انا هو الرب وليس غيري مخلص. فلو جالي واحد غير الرب مش هيعرف يخلصني. فانت هتضيع لنا الخلاص لو قلت ان المسيح مش مساوي لاف الدوله. زي بالظبط ايه لما يكون الجهاز اللي قدامي ده الفيديو يشتغل بكهرباء 220 فولت وجبت له البطاريه بتاعت العربيه، مش ممكن يقوم، مش ممكن يشتغل. فأنا حياتي في الله. لما فقدت الحياة لازم الله هو يوصل لي التيار بتاعه عشان أحيا مرة تاني. لو جالي تيار أقل من الفولت بتاع الله نفسه أنا هقعد ميت. فأنت بتقول الابن أقل من الأرض الجوهر، يحييني إزاي؟ يحييني إزاي؟ جربوا أنتوا كده يا شباب، يكون عندك جهاز بيشتغل 9 فولت حط له 3 فولت ما يشتغلش، لو حطيت له 6 فولت هتلاقيه ضعيف.
ايه اللي شغله؟ 9 فولت. تعال اي جهاز ثاني شغال ب 220 وحط له بطاريات من هنا للسنه الجايه مش هيشتغل. فقال لهم كده، اذا كان انا حياتي في الاب لازم اللي يحييني يكون مساوي للاب في الدولة. لو جه اقل منه مش هيعرف يحييني. اذا هنا ابائنا وهما بيصارعوا ضد الهرطقه عينيهم على الخلاص الابدي، لانهم كانوا مدركين انه بدون الامام مفيش خلاص. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. يعني اهم حاجه في الايمان هو ابن الله الوحيد. يعني اذا كان هناك ناس يؤمنون بالله الاب مش عارفين ان اسمه الاب، هذا الايمان ما يكفيش، لازم يعرفوا ان في ابن مساوي للاب في الدور. الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياه بل ينقص عليه غضب الله. ويقول برضه الكلام ده كله في انجيل يوحنا اصحاح 3. هذه هي الدينونه. ايه الدينونه؟ ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره. ملهمش عذر لو ما قبلوش المسيح وامنوا به. اول خطوه في سكه الخلاص الايمان بالوهيه المسيح. نمره 2، حتى الايمان بالوهيه المسيح لوحده مش كافي. اقول لكم ليه؟ لان الشيطان نفسه مدرك ان المسيح هو الله. الشيطان عارف ان المسيح مساوي للاب في الجوهر. الشيطان عارف كويس جدا الايمان الارثوذكسي اكثر من كل الناس. لكن هذه المعرفه مش سبب خلاص للشيطان. الشيطان لن يخلص. الكتاب قال عن الشياطين يؤمنون وايه؟ ويقشعرون. وهذه الايه خطيره جدا لانها تفهمني ان الايمان لوحده ما يكفيش، بدليل ان الشياطين لا يخلصون. طب ايه بعد الايمان؟ عندنا في انجيل مرقس اصحاح 16 ايه 16 بتقول من امن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. يبقى انا عشان اخلص بعد الايمان لازم في معموديه. وارجو اللي فيكم بيدرس كتاب بتفصيل يبص في سفر الاعمال، هيجد كل قصه ايمان يعقبها اوتوماتيك معموديه مفيش كلام. لدرجه مثلا من القصص العجيبه الخصي الحبشي قاعد في القنطور بتاعه بيقرا سفر اشعياء، والروح القدس قال لفيلبس المبشر امضي ورافق هذه المركبه، وسمعه بيقرا بصوت مسموع الفصل بتاع اشعياء اللي بيتكلم عن المسيح، فجر الكلام معاه قال له انت فاهم اللي بتقراه؟ قال له طب هفهم ازاي ما كانش حد يشرح لي؟ اطلع. طلعه معاه في المركبه في الحنطور وقال له هو النبي بيتكلم عن نفسه ولا عن حد اخر؟ فيقول الكتاب ان فيلبس ابتدى من هذا النص وبشره بيسوع، بس دي كلمه بشره بيسوع. وهم ماشيين لقوا نقره ميه، فالخصي قال لفيلبس، مش فيلبس اللي قال له، الخصي بيقول له هو ذا ماء ماذا يمنع ان اعتمد؟ هنا علامه استفهام بقى. انت يا راجل غريب الجنس دايما الحبشه زياره وماشي، وفيلبس قعد معاك ربع ساعه ولا نص ساعه ولا ساعه ما نعرفش، وبشرك بيسوع، ايش عرفك بالمعموديه؟ وفيلبس قال لي انت لحقت يا فيلبس تقول له؟ يقول لي هو انا ممكن اكلمه عن يسوع ما لوش سيره المعموديه؟ ده يسوع يساوي المعموديه. والراجل فهم ان لازم تكون المعموديه بميه، عشان النهارده الناس اللي يقول لك المعموديه بالروح القدس فقط من غير ميه. تقول له فيلبس ما قالش كده. وفهم ان المعموديه بالتغطيس، انتوا عارفين ليه؟ لانه لو فيلبس قال له عشان تدخل السماء لازم تتعمد بميه، وهو طبعا معاه في الحنطور بتاع جيركن ميه راح مسافر،
كان يقول له طب خدها معايا معايا هي رشين. لكن ده قاعد يسمع كلوبوس وعمال يقول طب انا هتعمد ازاي، نفسي اتعمد، ما صدق لا قدامه ميه في الطريق، ينبوع ولا عين ولا بركه. قال له ماذا يمنع ان اعتمد، يعني نزلني بقى اعمدني. وبعدين امر المركبه وقفت، يعني قال للسواق اقف. وكان ممكن ده راجل يعني وزير الماليه بتاع الحبشه، مش كان كده اللي هو متولي خزائن الملكه كان باكا، كان يقول للسواق انزل يا ابني هات لنا حبه ميه. وهو قاعد في المركبه معزز مكرم، كلوبس يرش عليه. خلصت القصه، ده الكتاب يقول نزل كلاهما الى الماء، الخصي كلوبس عمده، ولما صعد من الماء خطف روح الرب كلوبس ووجد في اشدود. قصه جميله وعجيبه ولذيذه، لانها بتبين ان ما ينفعش واحد يبقى مسيحي من غير معموديه. وكلوبس شرحها للخصي من اول قعده، من اول ساعه، من اول لحظه، والتاني قبلها. وبعدين قال له هو ماذا يمنع ان اعتمد، يعني معناها كمان ان ممكن في حاجات تمنع من المعموديه. فقال له ان كنت تؤمن، هل شفت الايمان بقى من كل قلبك يجوز؟ قال له انا اؤمن ان يسوع المسيح هو ابن الله، فاخذ وعمل. طب ليه ربنا حط المعموديه شرط للخلاص؟ هقول لكم سبب بسيط جدا. الانسان فينا ما يعرفش يعيش غير على وجه الارض. لو دخلنا في اعماق الارض مش هنعرف نعيش، لو نزلنا في البحر مش هنعرف نعيش، لو طلعنا للفضاء الخارجي مش هنعرف نعيش. الوسط الوحيد اللائم الملائم للانسان هو الارض. طب كيف اعيش في الحياه الدائمه؟ هناك لا في هواء ولا اكسجين ولا ميه ولا زرع ولا حيوانات ناكلها ولا اي حاجه. كيف نعيش في مكان اخر غير الارض؟ لازم نعمل موديفيكيشن للطبيعه بتاعت الانسان، تغيير تحوير، عشان تتلائم مع الجو الجديد اللي هنعيش فيه. التحوير ده يحصل فيه في المعموديه. بالظبط زي ما يكون واحد نفسه ينزل في اعماق البحر يجيب لقالق ولا يشوف اسماك نادره ويصور ويعمل ابحاث، لازم يلبس بدله مخصوص يقدر يعيش بيها في الميه 5 6 ساعات وياخد معاه انبوبه اكسجين. فاذا كنا احنا هنعيش في السماء الى الابد، ازاي اعيش وانا جسدي ما يعيش غير على الارض؟ فربنا قال لا، انا هديكم بدله تلبسوها تقدروا تدخلوا بها السماء. ما هي هذه البدله؟ معموديه. في ايه؟ ايوه في ايه. انتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد ايه؟ لبستم المسيح. لما بلبس المسيح هقدر ادخل به السماء واعيش الى الابد. وعشان كده الرب يسوع في كلامه مع نيقوديموس قال له الحق الحق اقول لك، ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يدخل ملكوت الله. لاحظوا كلمه لا يقدر، يعني حتى لو احنا فتحنا له الباب هيدخل يتخنق لانه مش قد دي. زي بالظبط واحد مش لابس البدله بتاعت الغوص ورماه في البحر، مش هيقدر، هيصرخ يقول الحقوني الحقوني طلعوني طلعوني، ولو ما طلعنوش يحصل له ايه؟ يغرق ويموت. فانا متخيل لو واحد مش متعمد فرضا، يعني مش هيحصل، رجله عتبت السماء هيقول الحقوني طلعوني انا مخنوق، لان الجو هناك ما ينفعهوش. احنا عملنا الموديفيكيشن دي لينا في المعموديه، فبدون معموديه ما نقدرش ندخل ملكوت السماوات. في المعموديه اخذنا الطبيعه الجديده، سماها بولس الرسول الانسان الجديد في مقابل الانسان العتيق. والجديد دوت مخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق، الثاني بحسب ادم اللي ما ينفعش يدخل ملكوت السماوات. قال لنا ان لحما ودما لا يرثان ملكوت الله. ليه؟ لأن لا يرث الفاسد عدم فساد. ما نقدرش. طب عشان أدخل لازم نحصل إيه؟ هذا التحوير في الطبيعة البشرية عن طريق المعمودية. منعما لنا بالميلاد الفوقاني من الماء والروح. يصبح لنا الحق في دخول ملكوت السماوات.
نحن في المعمودية بناخد الطبيعة الجديدة اللائقة بالسماء، بناخد التبني لله الآب، فبقيت ابن. إذا كنت ابن تبقى وارث، وارثونا مع المسيح. أخذناه في المعمودية، بدون المعمودية مفيش تبني. وأخذنا في المعمودية العضوية في جسد المسيح، وهنرث ملكوت السماوات بصفاتنا أعضاء في جسد المسيح مش غرباء. وبناخد في المعمودية المواطنة السمائية اللي عبر عنها معلمنا بولس الرسول، للأسف هي مترجمة ترجمة غريبة شوية، يقول لك سيرتنا هي في السماويات. كلمة سيرتنا دي جاية في القبطي وفي اليوناني وفي الإنجليزي حتى، our citizenship. احنا خدنا citizenship بتاعت السماء. خدتها امتى؟ لما اتولدت في السماء، مش لو احنا عندنا امرأة بريجنان وموجودة في امريكا وهي اساسا من سبورت وولدت هناك، يطلع الولد امريكاني، وهي ممكن هي وجوزها يعكروا عشان ياخدوا المواطنة وابنهم مواطن، يبقى حضرته هو عنده شهر ولا لسه في اللفة ابن يوم مواطن امريكاني، بابا وماما بيعكروا عشان ياخدوه. احنا خدنا المواطنة السمائية لاننا ولدنا في السماء اللي هي كنيسة، والمواطن يدخل براحته، محدش يمنعه. واللي مش مواطن في يتراجع بقى، انت جاي زياره ولا جاي تعمل ايه؟ تطلع بره. فالمعموديه باب السماء. لا يخلص انسان بدون معموديه. يبقى واحد الايمان، اثنين المعموديه. نمره ثلاثه جسد الرب ودمه. من جهه جسد الرب ودمه هناك حوار رائع جدا حصل بين الرب يسوع واليهود في يوحنا 6، وقال فيه كده يوحنا 6:53 أهم آية: الحق الحق أقول لكم، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير. تعرف معناها إيه يا شباب؟ معناها لو واحد آمن بالمسيح واعتمد، وطلع بعد كده لما كبر إيمانه اتعود، وناس قالوا له إن اللي على المسبح ده مفيش حاجة اسمها مسبح، واللي عليه دوت مش جسد، وده خبز عادي ومجرد ذكرى ومجرد مش عارف مثال ومجرد رمز ملوش قوة، ونتيجة كده ما عندوش حماس يتناول. يعني هتناول إيه؟ لقمة عادي ما عندنا في البيت عيش كتير، وما تناولش، او تناول وهو مش مصدق انه جسد حقيقي ودم حقيقي. تعرفين النتيجه ايه؟ يحرم من دخول ملكوت السماء. شيء خطير، مش انا اللي بقول، ده المسيح. ان لم تاكلوا جسد ابن الانسان فشربه فليس لكم حياه فيه. ولاحظوا الصيغه التي تكلم بها المسيح في هذه الايه يوحنا 6:53. الصيغه يقول عليها في العربي نفي النفي، اللي هو يسوي ايه؟ اثبات. طب لو هو اثبات ليه ما قلتوش من الاول اثبات؟ يعني بدل ما يقول ان لم تاكلوا فلن تدخلوا، كان يقول لما تاكلوا جسد الرب ودمه لكم حياه ابديه. وفي الحقيقه قالها كده، اللي هي من ياكل بس يشرب دمي له حياه ابديه، وانا اقيمه في اليوم الاخير. طب ليه رجعت قلتها لنا بطريقة النفس؟ علشان يقفل الأبواب. أقول لكم إزاي؟ بقول لابني لو ذاكرت هجيب لك هدية. فقال لأخوه إيه؟ ولا يهمك، حتى لو ما ذاكرتش برضه يجيب لنا هدية. لو أنت تحيلت عليها يجيب لك، يعني في سكة تانية غير المذاكرة. لكن قال له لو ما ذاكرتش مش هجيب لك. فخلاه إيه؟ متقفلة بقى. كنتش ذاكر مش هجيب لك نتائج. فربنا قال لنا اللي هياكل ندخله السماء. فواحد يقول لك ولا يهمك، ممكن من غير ما تاكل حاجات تانية تدخله في السماء. الايمان، الرجاء، الثقه في الله، ولو ما تناولتش برضه هتدخل. فالمسيح قال لا استنى، ما كنتش تاكل مش هتدخل.
يوحنا 6 كام؟ 53. إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيه. أقول لكم ليه؟ المسيح قيل عنه في إنجيل يوحنا فيه كانت الحياة وهو حياة العالم، قال أنا هو القيامة والحياة، فهو الحياة. طيب إحنا ميتين محتاجين الحياة تدخل فينا، فقال لنا خلاص كلوني. الآية تقول إيه؟ أنا هو هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، كما أرسلني الآب الحي وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيى بي. أنا هو خبز الحياة، من يأكلني يحيى بي. عندما نأكل المسيح نحيا به. معلمنا بولس يقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. يحيا فيك إزاي؟ يقول دخل جواي. دخل إزاي؟ بالسماء. من يأكلني يحيا بي. طبعا ساعتها لما المسيح قال الكلام في يوحنا 6 اللي سمعوه فهموا ان هم هياكلوه، بس استصعبوا الامر وقالوا الكلام ده صعب، مين يقدر يسمعه؟ مين يقدر يقول بقى انا هرجع بيتنا اقول لهم المعلم بتاعي قال لنا ناكله؟ الناس تقول علينا ايه؟ انتوا وحشين؟ ده مش ناكله بس، هنشرب دم. دي تتقال ازاي دي؟ وقالوا لا الكلام ده صعب. لو ان ربنا يسوع ما كانش قاصد اللي بيقوله، ولكن كان قاصد المعنى المعنوي والرمزي والذكرى مش عارف الكلام الفاضل اللي بيتقال ده، كان قال لهم لا انتوا فهمتوني غلط، فهمتوني غلط زي الارثوذكس. ده انا بتكلم عن المعنوي والرمز والمثال. يا جماعه تعالوا بس، انتوا زعلانين ليه؟ انتوا تصدقوا برضه ان احنا نقعد ناكل في المسيح مش هناكل ولا حاجه؟ ده كلام، مجرد كلام. لكن لو تلاحظوا الحوار اللي حاصل في انجيل يوحنا اصحاح 6، بالرغم ان اليهود تذمروا لان المسيح قال انا هو خبز نازل من السماء وتاكلونه، وخاصم اليهود بعضهم بعضا، ورجع كثيرون من تلاميذه الى الوراء لم يعودوا ان يمشون معه، ومع ذلك المسيح مصر على ان اللي بيقولوا ده هيحصل، وما كنتوش تاكلوا من جسد الشرب ده ما لكمش حياه ابديه، لدرجه ان كان عدد الناس اللي بيتحاوروا معاه 5000 ما عدا النساء والاطفال، لان دي بعد معجزه اشباع الدموع صفصفت عند 12. فالمسيح وقف بص لهم قال لهم اتريدون انتم ايضا ان تمضوا؟ يعني انتم ال 12 لو مش مصدقين ان هتاكلوا جسد ودمي، انتوا كمان مش عايز. انا عايز اللي يجي عندي يصدق ان هياكل جسدي ويشرب دمي الحقيقي. كل واحد مش مصدق انه جسد حقيقي ودم حقيقي ما يلزمنيش، مش هيدخل السماء. كلامنا يا جماعه في منتهى الخطوره. احنا احيانا من اجل المجامله ومن اجل الذوق ومن اجل محبه الاخرين نقعد نجامل ونقول ما هم حلوين وطيبين ودارس كل السماء مش عارف. لا، مفيش مجامله في الحق، مفيش مجامله في حاجه حياه او موت. انا لو بحبك هقول لك انت غلطان، فوق لنفسك. كل من يرفض الافخارستي وكل من يرفض ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي بيرفض الحياه، وكل من يشك في قول المسيح ان ده جسدي ودمي بيحط نفسه في مواجهه مع المسيح، بيقول له انت يا رب يسوع كلامك مش صح. مين يتجاسر يقول الكلام ده للمسيح؟ هيقول لهم صعب عليك ان ترقص مناخي. انت بتنطح في مين؟ في المسيح اللي بيقول ده جسد اللي انت تقول لا ده مش جسد، بيقول ده دم اللي انت تقول مش ممكن يكون دم، ولا اللي يقول لك عايزين ناخد طب نحلله ونشوف هيموجلوبين ولا لا؟ شيء مرعب ان الانسان يخطئ في المسيح. المسيح شبه نفسه بحجر عصر اللي يتخبط فيه يتردد. يعني يتردد يعني يحصل له جروح وكسر وبتاع. طب لو الحجر وقع عليه يسحقه. عارفين معنى الايه دي ايه؟ يعني لو انت ماشي كده وكلمه من كلام المسيح ما عجبكش وخبطت فيها تتكسر، والمسيح يقعد هو الحجر اللي ما بيتكسرش. ولو المسيح زعل منك ووقع عليك هيسحقك. ففوق لنفسك، محدش
يحرف في كلام المسيح ولا غير فيه. تناول يعني تناول. لو واحد طقي وعايش معنا في الكنيسه وبيصلي كل قداسه وخايف يتناول مش هيدخل السماء. مش مجامله. مش هيدخل السماء مش عشان انا حكمت. عشان يطلع لي واحد يقول لي ازاي تحكم على الناس؟ مش من الحكام ده المسيح بيقول ليس لكم حياه فيكم. اذا سكه الخلاص الايمان المعموديه التناول. طيب واحد مؤمن متعمد معموديه مظبوطه اورثوذكس بيتناول ضمان السماء؟ يقول لك لا ما عندناش ضمان الملكوت ده. ايه الدليل ان مفيش ضمان للملكوت؟ دليل كتير. يعني مثلا ايه؟ بولس الرسول. بولس حد في الدنيا زي بولس؟ انا شخصيا ما اعتقدش حد في الدنيا اعلى من بولس. يمكن تكون العذراء مريم يعني لمكانتها كأم الله، لكن بولس ده حاجه سوبر كده. هذا بولس اللي كتب لنا 14 رسالة في الكتاب المقدس، وكان رجلا مسوقا من الروح القدس بقوة، ونشر الإيمان في الأمم، رسول الأمم، بيقول إيه؟ أقمع جسدي وأستعبده. ليه بولس؟ يقول حتى بعدما فرست الآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضة. بولس أنت نفسك تقول خايف تكون مرفوض؟ يقول لي خايف. طب هتقعد خايف امتى؟ لغايه امتى؟ لغايه ما تدخل السماء. ليه يعني؟ يقول لان من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط. حاجه عجيبه. طب يسقط ازاي؟ يقول لك لو عملت خطيه ممكن تضيعني. مش احنا لينا رجاء في الله؟ ايوه لينا رجاء في الله، بس الله اللي احنا لينا رجاء فيه قال من اخطا في واحده فقد صار مجرما في الكل. وخطيه واحده ممكن تضيع الانسان. فبنعمل ايه؟ الكتاب بيرد ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. انتوا عارفين الناس اللي بيؤمنوا بضمان الملكوت وعدم هلاك المؤمن يقولوا ايه؟ لا لا لا، ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اهل المسيح لليهود. طب هو المسيح اتكلم مع المسيحيين امتى؟ ما كل كلامه مع اليهود. مش كل كلامه مع اليهود؟ هو كان لسه ساعتها في مسيحيين؟ ده العهد الجديد كله بتاع يهود. يبقى احنا بقى ملناش نصيب في المسيح. الموعظه على الجبل قالها لليهود. اشمعنى دي اطلعها ولد اليهود؟ ويقول لا قالها لغير المؤمنين. يعني ايه غير المؤمنين؟ يعني انا همسك الكتاب المقدس واقسمه جزء ليا وجزء مش ليا؟ في ايه ما ليا وايه للغير المؤمنين؟ مش ممكن. الكتاب المقدس كله ليا. هديكم ايه جميله جدا في كورنثوس الاولى عشر. بولس الرسول بيتكلم عن ان ابائنا اللي هم اليهود ايام موسى اعتمدوا لموسى في السحابه وفي البحر. معظمهم في البحر كان معموديه. ده بولس بيقول وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا اللي هو المن، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا اللي هو الصخره اللي نزلت ميه. وبعدين يقول ولكن باكثرهم لم يصروا له. برغم أمنوا واعتمدوا وتناولوا بأكثرهم لم يسر الله. تقول لي بس ده عهد قديم، احنا في عهد النعمة. لا شوف الآية اللي بعديها تقول ايه؟ هذه الأمور حدثت مثالا لنا عشان ما حدش يقول ده عهد قديم. ذكرها بولس عشان حدثت مثالا لنا. بيقول اوعى تتعمد زي بني إسرائيل لما عدوا البحر وتاكل من المن الحقيقي اللي هو الجسد وبعدين تموت في خطيتك. هذه الأمور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون مشتهين شرورا كما اشتهى أولئك. بولس الرسول بيكلم مؤمنين ولا بيكلم غير مؤمنين؟ بيكلم يهود ولا بيكلم مسيحيين؟
الرسالة دي لمين؟ للمسيحيين، الناس اللي أمنوا واعتمدوا بقوا حلوين. قال لهم اوعى حد فيكم يرجع يشتهي شرورا كما اشتهى أولئك، ولا تكونوا عبدة أوثان، ما ترجعوش تاني لعبدة الأوثان، ولا نزني كما زنى أناس منهم، ولا نجرب المسيح كما جرب أيضا أناس منهم فأهلكتهم الحياة. هل قال هنا لا نجرب المسيح؟ يعني بيتكلم مع ناس مسيحيين. ما هو لو واحد يهودي ولا وثني ولا غير مسيحي هيجرب المسيح ازاي؟ ما لوش دعوه بالمسيح اساسا. وبعدين يقول ولا تتذمروا كما تذمر ايضا اناس منهم فاهلكهم المهلك. يرجع تاني يقول فهذه الامور جميعها اصابتهم مثالا لنا وكتبت لانذارنا نحن الذين انتهت الينا اواخر الدهور. اذا من يظن انه طائع فلينظر ان لا يصل. اذا بالرغم ان انا مؤمن متعمد وبتناول، لكن لازم تبقى عينيا في وسط دماغي. من يظن انه طائع فلينظر، عايز اخلص، خلي بالك اعمل ايه؟ توب. طب التوبه دي كم مره؟ طول العمر. التوبه دي يا شباب زي غسل الهدوم، بنغسل هدومنا كم مره؟ طول العمر. وهل عشان هدومنا دي محتاج اغسل كل يوم تبقى رديئه؟ لا. يعني انا لو عشان محتاج كل يوم اتوب يبقى انا رديء؟ لا. ده في ناس يقول لك ايه؟ لو انت تبت عن الخطيه ورجعت لها ثاني تبقى التوبه دي ما كانتش توبه. يعني ايه؟ يعني لو غسلت هدومي ورجعت وسخت ثاني ما كانتش ما اتغسلت؟ التوبه هي موقف ان انا ندمان على اللي فات وعندي نيه ان انا اتصلح، لكن ما اقدرش اوعد ربنا اوعده اقول له ما مش هغلط، انا ما اضمنش بكره شكله، ما اضمنش كمان خمس دقايق شكل ايه. فانا يا رب بنصفي الحساب اللي فات، انا اسف يا رب على كل حاجه وحشه عملتها، نفسي اعيش واحببك افرحك بتوبتي. طب افرض انا بعد شويتين غلطت ارجع تاني اقول يا رب متاسف. طب بعدها غلطت ارجع اقول متاسف كم مره؟ ملهاش عدد. عارفين ليه ملهاش عدد؟ في صلاة الأنبياء أبونا يقول إيه؟ أنت يا رب أمرت بالغفران 77. عارفين دي معناها إيه؟ ربنا قال لي لو أبوك غلط في حقك ورجع لك متأسف اغفر كم مرة؟ 77. يعني معناها أنت المفروض تكون عندك الصلاح اللي يستوعب أخطاء أخوك، إن شاء الله حتى في اليوم غلط فيك 490 مرة. بس من غير ما تقعد تعدهم له، يعني إيه حكاية مفتوحة. طيب هل تتوقعوا ان انا اكون صالح واستحمل اخويا هذا العدد من الاخطاء وربنا مش هيستحملني؟ فبنقول له كده صلاه الانبياء، انت يا رب امرت بالغفران 77، مش حال انت بقى تغفر لنا قد ايه؟ كلما اخطات ارجع لالهي اغفر لي، المهم ارجع. لا تشمتي بي عدوتي ان سقطت اخوك، ان جلست في الظلمه فالرب نور لي. فلازم ارجع واتوب، والتوبه لازم معاها اعتراف، والاعتراف لازم معاه تحليل من الاب الكاهن اللي اخذ سلطان من المسيح يغفر الخطايا كما جاء في انجيل يوحنا الصحة 20، واخذ سلطان الحل والرب زي ما جه في متى 16، من غفرتم خطاياه وغفرت، من انسفتموها يمسك، ما حللتموها على الارض يكون محلولا في السماء. يبقى الإيمان معمودية تنازل توبة. آخر حاجة عشان أطولت عليكم أوي، الأعمال الصالحة والجهاد الروحي. خلي بالكم في إنجيل متى إصحاح 25 المسيح وصف البينونة، قال هيجي في العرش يجيب الأبرار عن اليمين والأشرار عن اليسار، هيقول الأبرار لأني جعت فأطعمتموني، ويقول الأشرار لأني جعت فلم تطعموني. دول يدخلوا للنعيم الأبدي، دول يدخلوا للعذاب الأبدي. عشان إيه؟ واحد أكل الفقير والتاني ما أكلوش. إذا دي حاجة برضه بتحدد المصير. لما يجي واحد يقول الأعمال زي اللي بتعمل هنا، ده المسيح حطها معيار. قال اللي في اثناء ده اللي مش هيضيع، يبقى العمل ده ضاع ازاي؟ انت تضيعه ازاي؟ ده العهد اللي مش هيكفي، كنت عطشانا فلم تشكروا، هيتعاقب بيدخل يوهنا،
وما قال لهمش ادخلوا جهنم عشان انتوا مش مؤمنين. يبدو انهم كانوا مؤمنين، هنا بيتكلم عن ناس مؤمنين، ما قال لهمش هتتحرموا من السماء عشان انتوا متعمدتوش، يبدو كانوا متعمدين ما جابش سيرتها. ما قال لهمش عشان ما تناولتوش، يبدو كانوا بيتناولوا. لكن المره دي ايه الحجه اللي تخليهم يتحرموا من طريق الخلاص؟ من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك ايه؟ خطيئه. مش بس الحاجات السلبيه، يعني واحد سرق بسلبي يتوب ويرد المسروق، لكن واحد ما سرقش ما غلطش في حق حد خالص وبيعتمد وبيتوب عن كل خطاياه وبيتناول بس ما عملش اعمال صالحه، يتحرم السنة. عارفين دي زي ايه؟ نقطة يعني هتضحككم بس ليها معنى جميل. ولد قال للأستاذ في الفصل: يا أستاذ هو ممكن واحد يتعاقب على حاجة ما عملهاش؟ قال له: لا طبعا. قال: طب أنا ما عملتش الواجب. أو ولد منتظم على المدرسة وعمره ما عمل شقاوة ولا كسر حاجة ولا زعل حد، منتهى الطيبة، لكنه ما ذاكرش، ينجح ولا ما ينجحش؟ طب واحد كل حاجه مطلوب عملها بس ما عملش خير، ربنا يقول له: لا انت كنت ضع عنا فلم تطعمه. خلي بالكم مش من صالحكم اعمل لكم البحر الطين. يقول لك: امن بالرب يسوع تخلص انت واهلك، انت تخلص القصه، ونلغي الكتاب المقدس وكفايه الايه. صحيح مكان ربنا ممكن ينزل لنا ايه دي بحروف من النور ويقول: امن بالرب يسوع فتخلص انت اهل بيتك، مش محتاجين كتاب مقدس. ليه الكتاب الكبير ده؟ عشان في حاجات ثانيه غير امن بالرب يسوع فتخلص، لازم نبص فيها ونكون امين ليها، حتى لو كان الكلام هيصعب الدنيا. بس انا بقول لك السكه اللي في الانجيل يجب الايمان المعموديه خلصت توبه واعتراف والاعمال الصالحه والجهاد الروح. لولا ان الوقت خلص كنت قلت لكم ايات كثيره في الاعمال والجهاد، ولكن كمان لازم قبل ما اسيب الميكروفون اقول لكم ولازم محبه كل ما اسيب، يعني كل اللي احنا بنقوله ده لو خالي من الحب ملوش طعم. فاحنا لازم نكون احباء، علاقتنا بالمسيح تعبر عن محبتنا ليه. الصلاة والصيام والعبادة والمليئة الكنيسة والخدمة والأعمال الصالحة وقراية الإنجيل ودرس الكتاب، كل حاجة تبقى نابعة من حبنا ليه علشان ياخدنا في أحضانه ويخلصنا خلاص الأجل. الإيمان، معمودية، خريستيا، توبة، أعمال صالحة وجهاد روحي، كل دول مشتركين في غلافة من البلاستيك من السلوفان اسمها المحبة، لأن من غير محبة ما فيهاش طعم. لإلهنا المجد والجلال إلى الأبد.